ظهور الأعراض الأولى لحفارة الطماطم أي لامينوز اللي تصيب الأوراق وحتى الثمار، لازم تقوم أخي الفلاح بالإجراءات التالية في البيوت البلاستيكية باش تحمي منتوج الطماطم ديالك. استعمل الغشاء الواقي على الأبواب الرئيسية الخلفية والفتوحات الجانبية لمنع دخول الحشرات. استعمل المصائد اللي توزعها مديريات المصالح الفلاحية واللي تتكون من هرمونات جنسية موجودة على صفيحة لاصقة باش تقضي على الفراشات قبل ما تتكاثر. استعمل المبيدات الكيماوية الملائمة للقضاء على اليرقات في حالة عدم توفر المصائد. وفي الأخير ما تنساش الإجراءات الوقائية واللي تتمثل في نزع الأعشاب الضارة داخل وخارج البيوت البلاستيكية. وللمزيد من التوضيحات اتصلوا بالمعهد الوطني لحماية النباتات أو بالمعهد التقني للخضروات والمحاصيل الصناعية.